شو هي شروط الصلح الواجي من الإفلاس؟ حسب المادة 6 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته، يشترط لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس أن لا يكون المدين متوقفاً عن سداد ديونه لمدة لا تزيد عن 30 يوم عمل متتالية لاضطراب مركزه المالي أو لكونه في حالة ذمة مالية مدينة. لذا تأكد قبل تقديم طلبك أن تكون قادراً على سداد كافة الديون المستحقة.